تعالوا بقى نروح ليه اللي مشرفنا دايما واللي اسمه دايما بيتردد بقوه ومقترنا دائما بالاجاده وبالاشاده، محمد الشناوي طبعا حارس عرين النادي الاهلي. يعني برضو عايزين نعرف حضراتكم من ضمن المستجدات ان امبارح اتكلمنا كنا مع حضراتكم امبارح عن الاستفتاء اللي عملته رابطه الانديه حول افضل حارس في الموسم. الجمهور قال كلمته بالفعل وتم اختيار حارسنا محمد الشناوي كافضل حارس مرمى في الدوري المصري في الموسم اللي فات اللي هو 2022 2023، وده لانه طبعا حافظ على نظافه شباكه في 17 مباراه وقاد الاهلي للتتويج بلقب الدوري طبعا بخلاف بطولات ثانيه. والحقيقه الموسم ككل كان موسم استثنائي، ودايما بنتكلم معاكم في الفتره الاخيره عن فكره العلامة الكاملة اللي حققها النادي الأهلي في هذا الموسم. مليون مبروك ومليون شكرا للمتألق دائما محمد الشناوي.